السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة الفيديو هذه باش نحكي فيه على الأحداث اللي وقعت أخيرا سواء في تونس، سواء في لندن، سواء في أفغانستان، سواء في العراق، سواء في سوريا، سواء في ليبيا، سواء في اليمن، في كثير من المناطق العالم اللي سمعنا بهم واللي ما سمعناش. هذه العمليات الإرهابية كما مثلا في تونس قطع رأس خو مبروك السلطاني خليفة السلطاني، أو العمليتين اللي وقعوا في لندن، يعني العملية الأخيرة والعملية اللي قبلها، وأيضا هناك عمليات أخرى مش ياسر سمع بهم كما مثلا عندها جمعة تقريبا 90 واحد مات في أفغانستان نتيجة تفجير سيارة مفخة، وقبلها بنهارين أو ثلاثة 9 تم قتلهم بعملية تفجيرية في جنازة أحد الأشخاص، أو العمليات اللي توقع في العراق سواء في الأحياء سواء في الأسواق أو التي توقع في سوريا. هذا بصفة عامة فهمت الأحداث هذه، وهذه المسألة أصبحت تقريبا يومية أو شبه يومية تقع في مناطق مختلفة من العالم عندها عدة سنوات. في الحقيقة احنا نطلق مصطلح الإرهاب على كل عمل عسكري يقوم به مجموعة ما خارجة على إطار الجيش الرسمي، بينما لا نسمي إرهاب ما تقوم به الجيوش الرسمية، وهذا عبر التاريخ. وهذه الجماعات عندما تصبح في السلطة ويصبح عندها جيش يصبح الأعمال متاعها غير إرهابية وإنما رسمية. هذه نقطة ياسر مهمة يجب أن ننتبه إليها، أن الإرهاب مقصود به يعني عند الناس بصفة عامة هي الأعمال الإرهابية التي تقام خارج إطار السلطة الرسمية اللي هي الجيش، وهذا عبر التاريخ. حتى محمد وترداب العمليات متاعه قبل ما يستولى على المدينة ويكون الدولة متاعه الإسلامية كانت الأعمال متاعه هو اعتراضه للقوافل هي أعمال إرهابية. المسيح نفسهم عملوا أعمال إرهابية قبل ما تصبح عندهم القوة في روما. تقريبا كل الإيديولوجيات عملت أعمال إرهابية باسم العقيدة متاعها قبل ما توصل للسلطة، ولكن عندما توصل للسلطة يولي الأعمال متاعها معترف به عالميا. احنا نعرفوا خلال طول التاريخ الإسلامي كان يطلق على المجموعات الإرهابية هي الخوارج أو الشيعة، عندما كانت السلطة السنية هي اللي تحكم في الدولة الإسلامية. عندما سقطت الدولة الإسلامية السنية وأصبح العالم الإسلامي مقسم إلى عدة دول، أصبحنا نطلق على العمليات الإرهابية اللي يقوموا بها المجموعات السنية هي عمليات إرهابية. إذن هذا هو بصفة عامة تعريف الإرهاب. والإرهاب يعني ليس فقط يعني عسكري، وإنما أيضا فكري واجتماعي ونفسي وغيره. يعني يمكن يكون هناك مجموعات يعني خارج إطار القانون يرهبون الناس، كما مثلا شفنا في تونس كيفاش يعني يرهبوا الناس اللي يفطروا، وفي جميع تقريبا العالم الإسلامي حتى في ماليزيا شنو يعملوا، معناتها في المدارس المسيحيين والأقليات الدينية مجبورين باش يفطروا في التواليتات في المرحاض، فهمت، باش ما يجرحوش مشاعر ما يسمى المسلمين. هذا إرهاب تقوم به الدولة، فهمت؟ كيما مثلا الأحكام نتاع السجن والقوانين هذا إرهاب دولة، كما أن هناك إرهاب جماعات وأشخاص موجودين داخل المجتمع. إذا لا يمكن أن نعالج مشكلة الإرهاب من جهة واحدة، على خاطر كل شيء مربوط ببعضه. الإرهاب العسكري مرتبط بالإرهاب الفكري والاجتماعي، هذه مسألة واضحة وبينة، كما أن الإرهاب الدولي أو الإرهاب الرسمي مرتبط أيضا بالإرهاب الغير رسمي. إذا لا يمكن أن نعالج شيء ونخلي شيء آخر. كان نحب نعالج مشكلة الإرهاب يجب نعالجها على جميع النواحي،
وهذا بسن قوانين واضحة وبينة في هذه المسألة. لا يمكن أن الدولة مثلا كما الدولة التونسية تكون مدين وفي نفس الوقت مشجع للإرهاب، هذا مش معقول. أي دولة مهما كانت، أي قانون، ما تنجمش تكون كما نقوله احنا مدين وفي نفس الوقت انت حاطت الامكانيات والقوانين والادوات اللي تشجع على هذا الارهاب. اذا احنا عندما نشوف كلمه ارهاب وهي موجوده في القران، يعني ترهبون به عدو الله وعدوكم، راه الهدف متاع الارهاب ليس العمليه بحد ذاتها، وهذا قلتها في عده فيديوهات. الارهاب خاصة الإرهاب الإسلامي اللي واضح توا واللي احنا نعيشه فيه أنا تقريبا 30 سنة بل أكثر، الإرهاب الإسلامي بدأ مع قيام ما يسمى الدولة الوهابية، معروف هذا، فهمت؟ على خاطر قبل هذا التاريخ كان الإرهاب الإسلامي السني غير موجود، لأنه كان مركز على الدولة العثمانية التي كانت هي بجيوشها وبتجمعاتها وبفرقها تقوم بالإرهاب الدولي، وهذا إرهاب معترف به وما يسميهش إرهاب. ولكن بداية الحراك ما يسمى الوهابي المطالب باستقلال أو ما يسمى بقيام دولة في الجزيرة العربية باسم السعودية، بدأ الإرهاب السني. قبل كان هناك إرهاب دولة، وهذا الإرهاب بدا يتطور حتى قامت الدولة السعودية، وقامت الدولة السعودية ما عادش سماوه إرهاب، وسقطت الإمبراطورية العثمانية ما عادش سماوه الإرهاب، لكن ظهر ما يسمى بالإرهاب السني من أجل إعادة الخلافة سواء في السعودية سواء في جميع العالم الإسلامي، وهنا بتشجيع من السعودية نفسها وبتشجيع من أجهزة عالمية. كما تعرفوا مش لازم نقعد نحكي لكم التاريخ كله كيفاش انها الغرب هو مسؤول مباشر في الارهاب السني المنتشر الان، بل هو الذي استقبل اللاجئين السياسيين، وهو اللي يمول، وهو اللي يغمض عينه، وهو اللي اعطاهم الامكانيات، فهمت، باش يحارب به مره الشيوعيه، مره يحارب به جهه اخرى، والان يحضر فيه باش ينفذ السياسه نتاعو سواء الاقتصاديه سواء السياسيه، وحتى انه يحضر في الارهاب هذا باش يواجه به ما يسمى بالمد الايراني الشيعي. اذا الارهاب الهدف نتاعو هو انك ترهب الاخر، انه الاخر يخاف. هو صحيح يعمل عمليه يقتل 10 20 100 200، ولكن الهدف هو رعب الملايين. هو وقت يعمل عمليه مثلا في لندن يقتل 5 6 من الناس، انت تصور هوني اول حاجه الجهاز بتاع الدوله يجب ان يكون يقظا 24 ساعه على 24 ساعه، وهذا يكلف اموال طائله للدوله سواء في بريطانيا سواء في فرنسا سواء في المانيا سواء في بلجيكا سواء في هولندا سواء في اي دوله. عندما توقع عمليه ارهابيه هذا يكلف الدوله ملياردوات، هذه نقطه. حاجه ثانيه، الإرهاب زاد أيضا الهدف نتاعو هو ترهيب عامة الناس، الناس يوليو عايشين في حالة رعب وحالة توتر، وطبعا الناس عندما تعيش في حالة رعب وحالة توتر تولي تعمل ضغوطات على الحكومات لكي تمرر سياسات خاصة، هذه مسألة واضحة. كما مثلا في تونس العمليات الإرهابية دائما مرتبطة بقرارات سياسية، وهذا مش كان في تونس. اذا الارهاب هي مشكله ومعضله عالميه مشاركين فيها كل الناس، بكل صراحه مشاركين فيها كل الناس، حتى المسلم اللي يقول لك انا مسلم مانيش ارهابي وكذا ومعناتها ومتفتح وكل شيء هو مشارك فيها. الانسان اللي ما يرضاش جاره يفطر او انسان يفطر في الشارع بالنسبه ليا كيفه كيف انسان يشد انسان اخر ويذبحه على خاطر كيف؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ غير الاخر بالكلمه وبالارهاب النفسي والاخر بالسلاح.
تو مثلا في تونس فهمت اللي يدور ويشوف الناس فاطرين ولا هذا 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 الانسان هذا يتسمى شنو؟ ماهوش قاعد يرهب في الناس في ديارهم وفي قهاويهم. شو مدخل ربك انت؟ شو مدخلك يا اخي انت؟ هو الرب نفسه هذا كيفه كيف الانسان اللي يشد انسان ويذبحه. والدولة والقانون التونسي هذا الشخص يجب ان يوضع في السجن وان يعاقب قانونيا. لازم قوانين تكون صارمة. اي انسان يتدخل في الاخر في حريته الشخصية يجب ان يعاقبه القانون ويجب ان يكون هذا مكتوب في القانون. لازم سلطة الدولة تكون عندها هيبة وتكون سلطة الدولة تحمي الجميع. مش تقول لي دولة إسلامية تونس ولا أي دولة من الدول بين قوسين يسمون رواحهم إسلاميين، فهمت؟ هي دول يجب أن تكون مدنية للجميع، لليهودي، للمسيحي، للملحد، للبوذي، للزردشتي، لأي إنسان مهما كان، مهما كان المعتقد بتاعه. ما تجيش تحط لي قانون خاص. مثلا رمضان، رمضان راهو يشل البلاد شهر كامل. الناس ما عادش تقرا، ما عادش تخدم، ما عادش تعمل حتى شيء، فهمت؟ تقعد لاهية كان في رمضان. فقط كان في رمضان. الناس راقدين في النهار، قايمين في الليل، البرنامج نتاعهم البيولوجي كله يتبدل، وطبعا هذا يأثر، فهمت؟ قبل رمضان وبعد رمضان. هل من المعقول أن نتكلم على الإرهاب؟ وننساو هذه المعطيات. وطبعا مسائل اخرى كثيره، منها انترنت والحريات، ومنها اللادينيين واللي عندهم افكار نيره اللي ما عندهمش حتى مجال باش يتكلموا في وسائل الاعلام سواء في اوروبا سواء في الدول بتاعنا. عندنا الاف المثقفين اللي نجموا يحاربوا الارهاب الفكري والعسكري، الفكري العسكري الاسلامي بكل الطرق المنطقية والعلمية باش يفيقوا الناس ويعرفوهم شنو هذوما الأشخاص. ولكن مع الأسف الدول هذه ومنها الغربية مازالت حاشمة باش تقول إرهاب إسلامي. صحيح الإرهاب عرف عند الجميع وكثير من الإيديولوجيات عرفت الإرهاب منها المسيحية، ولكن احنا شعلينا في الماضي اعطينا توا. عندنا ارهاب شنو؟ عندنا ارهاب بوذي، عندنا ارهاب مسيحي، عندنا ارهاب مثلي. اش عندنا؟ شنو الارهاب اللي عندنا؟ عندنا ارهاب شيوعي؟ ما عندناش. عندنا ارهاب اسلامي. الارهاب الاسلامي هذا من فين يتغذى؟ من مصادر موجوده في القران والسنه، ومن شيوخ يتكلموا في هذه الامور نهار وليل في وسائل الاعلام وفي البارابولات وفي كل الوسائل اللي موجودة سواء انترنت وغيرها. اذا لازم نعالجوا المشكلة من الاصل نتاعها. اذا هذوما اللي يسميو رواحهم فهمت مسلمين ويقول لك احنا متفتحين، لازمهم يحطوا اليد في اليد مع الجميع، لان الارهاب توا مثلا خليفة السلطاني مسلم ماهوش ملحد، فهمت؟ مسلم وخوه مسلم، لكن رغم ذلك ذبحوه. لأن الإرهاب يشوف كل إنسان يخالفه في الفكر، فهمت؟ هو كافر. وعندما نقول فهمت إرهاب إسلامي، ونعاود نركز ماهوش كان المجموعات الإسلامية، النهضة هي فكر إرهابي. السلفيين والوهابيين في كل شمال أفريقيا وفي العالم أجمع هو فكر إرهابي. ولازم الدولة تاخذ قرارات وقوانين واضحة من أجل محاربة هذا الفكر، وأن تسمح للطبقة المثقفة أن تحارب هذا الفكر بكل الوسائل، وأنها تفيق الناس أنه راهو هذا مش ممكن ومستحيل، وهذا لازم يكون بضغط عالمي وأوروبي. بدون هذا الضغط وبدون وسائل الدولة لا يمكن القضاء على الإرهاب الإسلامي. لازم العالم أجمع يفهم ويعرف إنه مادام مقضاش على الإرهاب الإسلامي ويرجعوا على الأقل، فهمت؟ كما توا قاعدين يحاولوا
في أمريكا وفي السعودية أنه يجعلوا الإسلاميين، هذه المجموعات الإسلامية، في إطار جيش معين، على الأقل نجم نعرفه فهمت شنو قاعدين يعملوا وشنو مش قاعدين يعملوا. مش واحد قاعد يشرب في قهوة ولا قاعد كيف في سيجارو كما في ألمانيا، واحد كردي يضربه بسكينة على خاطر فاطر، واحد يبدأ قاعد يهبط عليه واحد بسكينة ولا يضربه بكرهبة ولا ما تعرفش عليه شي يعمله على خاطر هو فاطر. إذن لازم الانتباه لهذه المسألة، ولازم التحرك على جميع المستويات القانونية والدولية والأموال والإعلام والجمعيات، كلهم يشاركوا، مسلمين وغير مسلمين ومسيح ويهود، الجماعة الكل يحطوا اليد في اليد باش يحاربوا هذا السلطان الكبير فهمت، اللي هو الإرهاب الإسلامي، وتسميته باسمه كما هو الإرهاب الإسلامي الواضح البين. المهم هذا اش حبيت نقول، وفي الحقيقة نفكر باش نعمل فيديوهات في المستقبل، مش في المستقبل قريبا، حول ما يسمى بالإرهاب الإسلامي والتطور بتاعه في الثلاثة قرون أو الأربعة قرون هذه، على خاطر لاحظت مشكلة كبيرة موجودة، إنها أكثر الشباب مع الأسف يجهلون تطور ونمو الحركات الإسلامية وكيفاش بدات وشكون اللي وراها. وطبعا فما ياسر أقاويل، وأنا نحاول باش نكون موضوعي أكثر شيء ممكن من أجل تاخذوا فكرة على الأقل وتنجموا وتبحثوا في كيف ظهر هذا الإرهاب الإسلامي، اللي هو طبعا كما قلت لكم الإرهاب الإسلامي اللي نعرفوه توا هو حديث فهمت، لأن قبل كان الإرهاب الإسلامي في إطار جيش معين ودولة وخلافة، بينما الآن أصبح متفرق ما تعرش المصيبة من فين تجيك. وشكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلامة.